الرجل قد طلق زوجته لكن ليس في المحكمة وليس بالنطق، إنما طلاق هو أشق وهو الطلاق العاطفي. ألا يوجد أزواج ما يكلمون زوجاتهم؟ كثير ما يوجد أزواج هنائم في المجلس وهي نائمة في الدور الثاني وفراشه من زمن طويل بعيد عن فراشها، هذا مطلقها بس لكنه لا زال يأكل معها ويشرب، وإذا اضطر يوما إلى النكاح اضطرارا جثم جثوما ثم قضى الحاجة وفر فرارا كأنما فر من مجذومة أو جرباء. وهذا وربي ما عاش. ترى بعض الأزواج ما تزوج، لا يأنس، لا يفضي، ما يسولف، ما يطلق وجهه، ما يداعب، ما يساقب، ما يسابق، ما يلاعب، مسكين يظن ذلك أنه من